السلام عليكم، أنا اسمي إيمان بالبخوش من نادي الكيميائيين الثانوي الإعدادية التضامن. سنتحدث اليوم عن التقطير. التقطير هو طريقة لفصل مكونات خليط متجانس، ويمكننا أن نقطر الأعشاب العطرية كالزهر، سائل شفاف طبيعي نحصل عليه عند عملية التقطير، وهو من المنتجات المشهورة والمعروفة ويستعمل في المطبخ العربي والتجميل وغيره. وهذه الطريقة هي عملية للتقطير الكيميائي، حيث نحتاج حامل ومسخن وحوجلة وأنبوب ومبرد ووعاء جانبي، حيث نضع الزهر وكمية من الماء والزهر في الحوجلة ونطلق المسخن، ويصعد البخار إلى أعلى ويمر من الأنبوب إلى المبرد وتتم في المبرد عملية التكاتف، ويتكتفون لنا البخار ويصبح ماء سائل. وهذا الماء السائل هو عبارة عن ماء زهر سائل. ومن هذه العملية ديال التقطير نحصل على هذا المنتج الطبيعي الخالص. وستقدم لكم صديقتي خديجة التقطير التقليدي. الآن سنشرح لكم الطريقة التقليدية لتقطير ماء الزهر، وهي التقطير بالبخار. التقطير بالبخار هو تصفية المواد الحساسة للحرارة مثل النباتات العطرية. نبدأ العملية بماء الجهاز السفلي بالماء، ثم نضع الأعشاب في الإناء الذي فوقه، والذي يحتوي على العديد من الثقوب ليسمح للبخار من الانتقال من خلال، ويصل البخار إلى قارورة التكثيف، وهنا تتم عملية التكثيف بواسطة الماء البارد الذي يتم استبداله كل ماء دافئ، ونحصل على هذا المنتج من هذه العملية. وهناك أيضا التقطير العادي البسيط كفصل الملح عن الماء، مثال تحلية مياه البحر هي إزالة ملوحة مياه البحر، أو هي عملية تجرى لإزالة الأملاح الزائدة، ويمكن تحلية مياه البحر لتصبح من الممكن استخدامها في الحياة العملية كالزراعة والصناعة والشرب وغيرها. هناك عدة طرق لتحلية مياه البحر، لكن اخترنا الطريقة التي لا تكلفنا الكثير، وهي تحلية مياه البحر باستعمال التقطير الشمسي. تخزن المياه في وعاء وتخضع لأشعة تسخين من الشمس، ويصعد البخار إلى الزجاج، ويخرج القطيرات من الماء من الأنبوب المتصل إلى البيت، وهذا البيت يولد لنا الطاقة الكهربائية والطاقة الهوائية. الآن نمر إلى تقطير البترول. يمكن وصف هذه المرحلة بأنها عملية لتقطير البترول. هذه العملية هي تسخين نفط البترول من خلال وضعه في عمود تسخين البترول، وعند ارتفاع درجة حرارة نفط في العمود فإنه ينفصل إلى مكونات مختلفة يطلق عليها اسم الكسور. هذه هي الكسور، تتوافق المكونات المختلفة لكل نوع من الكسور مع نوع مختلف من المنتجات البترولية اعتمادا على مستوى درجة الحرارة التي تغلي عندها الكسور. هذه العملية تتم من خلال تسخين البترول الخام على درجة حرارة تصل إلى 600 درجة مئوية، وعند ما يغلي الخليط فهو يكون بخارا يتم إدخاله في عمود تقطير تجزئي، وهذا هو العمود الذي يحتوي على العديد من اللوحات والصفائح المليئة بالثقوب لتسمح للبخار بالانتقال من خلالها. تلي عملية التقطير مرحلة التكسير التي يتم فيها تكسير الجزيئات في الكسور لإنتاج مكونات ذات قيمة مرتفعة من الكسور الثقيلة. ومن هذه العملية يمكن أن ننتج الزفت والكيروزين والبترول بنزين وبنزين سيارات بنزين طائرات والبوتان والبروبان، والمنتجات الخفيفة التي تسخن على درجة حرارة أقل تصعد الفوق، والمنتجات الثقيلة التي تنتج عن درجة حرارة عالية فهي تبقى تحت.